الله تعالى على كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الصحب والآل، رضي الله عمن سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم وارض عنا معهم يا رب العالمين. بدأنا البارحة بالكلام عن قصة سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وقلنا إنه لا بأس أن نطلق عليه وصفا، قلت إنه رجل المواقف الصعبة، وأشرنا إلى بعض تلك المواقف في الحياة النبوية وكيف ظهرت حكمة وقدرة وشجاعة وحسن تصرف هذا الإنسان رضي الله تعالى عنه. قدر الله تعالى له أيضا أنه في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجري معه حادثة أخرى مهمة جدا، وذلك أنه في غزوة تبوك لما خرج المسلمون لقتال الروم وقد سمعوا بأنهم قد جمعوا جموعا كثيرة وخرجوا ليلاقوهم، كان حذيفة أحد الذين خرجوا في هذه الغزوة، ولكن قدر الله تعالى أن لا يلاقي المسلمون بأسا ولا يحصل لهم حرب مع الروم، إذ تراجعوا وانسحبوا دون أن يأتوا، أعني الروم، فأقام المسلمون بأرض تبوك مدة ثم عادوا. وكان في هذه الغزوة قد خرج جماعة من المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كانوا في طريق العودة نظروا من بعيد فإذا أولا جيش المسلمين كان كبيرا، كان 30,000، بعد أن كانوا في غزوة بدر 300 رجل وكسرا صاروا الآن 30,000، ولكن كانت الطريق بعيدة. في طريق العودة تفرق الناس، يعني ابتعدوا عن بعضهم قليلا، ومر المسلمون بثنية في جبل. الثنية هي الطريق الملتوي المتعرج داخل الجبال. التفت المنافقون إلى بعضهم وكان الوقت قبيل الفجر أو بعيده بقليل، نظروا فإذا الناس معظم الصحابة بعيدون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليسوا محيطين به تماما. فالتفت من خرج من المنافقين في هذه الغزوة إلى بعضهم وجعلوا يشيرون بطرف أعينهم يتغامزون كأنهم يقولون هذه هي الفرصة السانحة، فرصة سانحة بما باغتيال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي الفرصة السانحة. انظروا إليه، أصحابه متفرقون والجو لا يزال مظلما والناس بعيدون عنه والمكان ضيق، شعب من شعاب الجبل، ثنية من ثنياته، نستغل الوقت فنهجم عليه ونقتله. وفعلا قدروا هذا وقرروه وأضمروه، وكان قريبا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان ورجل آخر، ولحق هؤلاء المنافقون برسول الله حتى إذا اقتربوا من شعر بهم، فنادى من بجانبه وهو حذيفة، قال يا حذيفة أرددهم. فقام حذيفة رضي الله عنه وبيده محجن عصا طويلة في آخرها عقفة، فهاجمهم وألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب، فظنوا أن حذيفة وراءه أناس آخرون، ولم يكن حول حذيفة إلا ذاك الرجل الآخر. هاجمهم حذيفة ولحقه ذاك الرجل الذي معه، وهؤلاء كما قلت وقع الرعب في قلوبهم بعد أن كادوا يلقون رسول الله من مكان شاهق إلى الأسفل في ثنية جبل. اقتربوا، ارددهم يا حذيفة. هجم حذيفة رضي الله تعالى عليهم، وقع الخوف في قلوبهم، تراجعوا إلى الوراء. كان حذيفة قد شاهدهم، ويرد الله تعالى كيدهم عن رسوله، وينزل سبحانه وتعالى على قول بعض أهل العلم سبب النزول: وهموا بما لم ينالوا، وهموا بما لم ينالوا، في سورة التوبة. هموا يعني بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمه الله تعالى من ذلك ولم ينالوا هذا الشيء الذي قدروا. فجاء حذيفة
قال له رسول الله: أعرفتهم؟ قال: نعم. ومن ثم أخبره رسول الله ببقية أسماء المنافقين ممن لم يكن أيضا مشتركا في هذه القضية، بقية المنافقين. فمن حينها عرف حذيفة أسماء المنافقين وصار يلقب بكاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأمين سره، والذي يعرف أسماء المنافقين. ما كان رسول الله يطلع الناس على أسماء المنافقين. تذكرون قصة عبد الله بن أبي بن سلول، الصحابي الذي تكلمنا عنه وأبوه رئيس المنافقين، تذكرون؟ قلنا إن رسول الله عامل أبا هذا الرجل بالرحمة وقال: نحسن صحبته ما دام معنا. لذلك ما كان رسول الله يعلن أسماء المنافقين للناس، لأنهم في الظاهر مسلمون، ولو فعل هذا لجاء من بعده فاتهمه فقال: فلان منافق، فلان منافق، وهذا لا يصح. رسول الله أطلعه على ذلك ربه، أما أنا فمن أين أطلع على أنك منافق والعياذ بالله، أو أن فلان منافق، أو أنني أنا منافق؟ هذا شيء بيد الله. لذلك ما كان يعلم الناس بذلك حتى لا يأتي من بعده من يقول: رسول الله قال قال قال، فيتهم الناس بغير بينة ويقتل الناس. عرف حذيفة هذا وعلمه وخبره. ويمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه، ويتولى الخلافة عمر بن الخطاب بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. فكان عمر رضي الله عنه إذا جاء بجنازة إلى المسجد ليصلى عليها نظر وراقب: هل حذيفة بن اليمان معهم؟ فإذا كان معهم صلى عليها، وإذا لم يكن معهم لم يصلي عليها. يعلم أن حذيفة يعلم أسماء المنافقين، فإذا لم يأتي للصلاة على هذا الإنسان فهو منافق لا يستحق الصلاة عليه، فلا يصلي عليه عمر. في يوم من الأيام دعاه سيدنا عمر، قال: يا حذيفة، أفي ولاتي أحد من المنافقين؟ لحط أنا في هذه المناطق، يعني أمير، حاكم، قاضي على هذه البلاد التي فتحت، أفيهم أحد من المنافقين؟ فسكت حذيفة. قال: أفيهم أحد؟ قال: فيهم واحد ولا أعلمك به. فلم تمر إلا أيام حتى عزله عمر رضي الله عنه، فقيل لحذيفة: أعلمته به؟ قال: لا والله، ولكنه رجل ملهم. كان حذيفة رضي الله عنه صاحب خبرة عظيمة في الرجال، ونال هذه المنزلة العظيمة كما قلت إضافة على خبرته، وهي معرفته بهؤلاء بالمنافقين. سأله عمر أيضا: أأنا منهم؟ فقال له حذيفة: لا، ولا أقولها لأحد بعدك، لا تسألني مرة تانية، بس أنت لا، لست منهم. رضي الله عنه كم كان يحرص على هذه القضية وهو من هو. من عجيب أمر حذيفة رضي الله عنه حديثه الذي أخرجه الإمام البخاري وغيره، حديث عظيم جليل أحببت أن أسوقه لكم بألفاظه. أخرج الإمام البخاري عن حذيفة بن اليمان الصحابي الذي نتكلم عنه رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه أو يدركني. يعني يأتون يسألونه: يا رسول الله، كم نقرأ من القرآن؟ كم نصلي؟ كم نفعل كذا؟ كم نتصدق؟ ماذا من أعمال الخير؟ هو يقول: كان الناس يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الكبائر، المنكرات، الذنوب العظيمة، الأشياء التي توقع الإنسان في سخط الله، كان يأتي فيسأل عنها كي يجتنبها، كي يحذر منها، لأنه إنسان. كثير من الناس أحيانا قد يقع في الكبائر والمعاصي والمنكرات وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يتبين: يا أخي ما تعرف؟ ما أعرف. لماذا لم تسأل؟ بعد سنة، سنتين، عشر، صلوا 10 سنين واقع في الكبائر ولا يعرف أن هذا حرام. لا أعرف، والله لا أعرف. لماذا لم تسأل؟
هذه فائدة جليلة من قصة صحابينا رضي الله عنه، أنه كان يسأل عن الشر مخافة أن يدركه، أن يقع فيه. فقلت يا نبي الله، إنا كنا أهل جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني بالإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما سيحدث في قادمات الأيام. قال إيش عرفوا سيدنا النبي؟ الله تعالى قال عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فهذا إعلام الله إياه، وإلا فهو لا يعلم شيئا من غيب الله إلا إن علمه، وقد علمه الله من غيبه المكنون أشياء تزيد عن طاقة احتمال العقل. لأنه كثير من الناس يقول لك إيه يعني الرسول لا ما بيعرف الغيب، لكن الذي يعلم الغيب أعلمه، كي تفهم، الذي يعلم الغيب أعلمه، وحينها تسكت وتطبق فمك تماما، لا هو يعلم الغيب ولا أنا ولا أحد من البشر. أما الذي يعلم الغيب إذا أعلم فهذا صاحب المواهب، إذا امتن وأنعم وأحسن فلا شأن لك ولا لأحد من البشر. قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ حسب توالي الأيام ما الذي سيجري؟ خلافة راشدة، بعدها ملك، بعدها بعدها على إلى آخر الزمان. قال نعم. ما تجي. قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه الدخن، يعني هذا الخير الذي سيأتي بعد الشر وقبله الخير، هذا الخير الجديد فيه دخن، دخن، دخن يعني مشوب، ليس صافيا، هذا الخير ليس صافيا، فيه إشكالات. قال قلت وما دخنه يا رسول الله؟ إيش المشكلة الذي في هذا الخير؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويعملون بغير عملي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. الآن قال خير وفيه دخن، سأله إيش هذا الدخن؟ ما هذا الدخن؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. بعض أعماله متبع فيها للسنة، وبعض أعماله على شر. لك يا أخي كيف أنت تفعل هكذا؟ إيه هكذا؟ لذلك هؤلاء يكون الإنسان منهم على حذر، كما يجري في أزماننا. قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. هو قال دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا نبي الله، هدول الدعاة على أبواب جهنم إلى ما يقولون تعالوا إذنوا، هذه هؤلاء دعاة جهنم. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني أعوذ بالله من ذلك، قد يكون إنسان في مثل مقامي هذا يتكلم بألسنتنا، هو من جلدتنا من أنفسنا، لكنه داعي شر، لكنه ضال مضل، لكنه منحرف، لكنه يريد أن يزيغ قلوب الذين أمامه ويحلي لسانه بهذا الدين ليصرف الناس عن الحق. أعوذ بالله، هذا أمر خطير. وهذا الحديث كما قلت أسوقه بألفاظه لأهميته الشديدة، لأنه في عصرنا والعصور التالية بل ومما سبق يقع فيه كثير من الناس. بقول لك فلان قال، وإذا فلان قال، فلان أعوذ بالله باع دينه بعرض من الدنيا قليل قليل، سيسأل أمام الله حسابا شديدا. أنت الآن مسؤول عن نفسك أن تبحث من هذا الذي أمامك، قد يكون من جلدتك ولسانه لسانك، لكنه غاش لله ورسوله فلا يؤخذ منه كلامه. قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركت هؤلاء؟ إذا وصلت إلى هذا الزمان ماذا أفعل؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أجاب حذيفة بكلام عجيب، قال قلت فإن لم يكن لهم جماعة وإمام؟
إيه أنا في هذا الزمان أنا مضيع حالي ما بعرف شيء، وهؤلاء هم أيضا ضائعون وليس لهم إمام يدلهم على الخير، يعني لا حاكم ولا قاض ولا عالم، كلهم صاروا ضائعين والعياذ بالله تعالى. فإن لم يكن لهم جماعة وإمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لم يكن لهم جماعة وإمام، أنا لا أميز الحق، أنا ضعت. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة، هذه كناية على أنه ابتعد عن الناس. الذي يأكل مع الناس ويشرب مع الناس ويعاشر الناس ويخالط الناس سيتأثر بهم، والذي يعتزل كأنه يعض بأصل شجرة يعني منعزل. ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث العظيم فيه عبرة كبيرة للإنسان. عاش سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه بعد ذلك حياة جيدة طيبة يخرج فيها للقتال. في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه أمره أن يخرج إلى العراق أو خرج هو بنفسه ليقاتل، لكن عمر رضي الله عنه عينه قائدا ثانيا لمعركة نهاوند، إما قائدا ثانيا أو ثالثا. معركة نهاوند قادها الصحابي الجليل، أذكروني، النعمان بن مقرن رضي الله عنه، وقد ذكرنا ترجمته منذ مدة قريبة. قال عمر رضي الله عنه لما ولى النعمان فإن قتل فأمير الناس حذيفة بن اليمان، وقدر الله أن يقتل النعمان بن مقرن في معركة نهاوند ويتولى قيادة الجيش حذيفة رضي الله عنه، فيكمل قيادة المعركة، تلك المعركة التي سماها العلماء والمؤرخون فتح الفتوح نهاوند، وانتصر فيها المسلمون بعد ذلك بعد أن استشهد النعمان، وأكمل مسيرة قيادتهم حذيفة رضي الله عنه. ويرى عمر رضي الله عنه من حسن عقله وبلائه وفهمه الشيء الكثير، فلما يرى ذلك يبعث له بكتاب يوليه على المدائن. المدائن كانت عاصمة الفرس، عاصمة كسرى قبل الإسلام، ولاه عمر رضي الله عنه أميرا على المدائن. فخرج حذيفة رضي الله عنه حتى جاء المدائن، وكان عمر إذا ولى واليا يكتب كتابا رسالة إلى أهل ذلك البلد ليعلمهم أنه ولى فلانا عليهم، فيقول إني وليت فلانا عليكم وأمرته بكذا وكذا، فاتقوا الله وأحسنوا صحبته. فلما ولى حذيفة قال إني وليت حذيفة عليكم فاتقوا الله وأحسنوا صحبته، ما قال لهم أمرته بكذا، ما بده أمره، هذا لوحده بمشي حاله. وإني وليت حذيفة عليكم فاتقوا الله واسمعوا له وأطيعوا. سمع هؤلاء الناس باسم حذيفة وهم قد عرفوه في معركة نهاوند، وسمعوا باسمه أيضا، فخرجوا يتلقونه، لكن كثير منهم لا يعرف شكله. جاء حذيفة رضي الله عنه ليتولى هذا المكان، إمارة نهاوند أو إمارة المدائن، راكبا على حمار، لا على حصان ولا على جمل، على حمار، وقد أسدل رجليه من طرف الحمار، يعني دل إجريه تنتين من هذا الطرف، يركب هكذا معترضا، وبيده خبز شعير يأكله، ومعه أيضا شيء من ملح يأكل منه. يقترب من المدائن يسلم عليهم، قالوا عليك السلام، لا يعرفونه، ويمضي. قالوا له أتعرف أمير المدائن حذيفة بن اليمان؟ وكان قد مشى إلى الأمام، فقال نعم هو الذي لقيتموه آنفا، هذا الله شفتوه من شوي داخل تابع طريقه هو، قال هذا الذي لقيتموه آنفا. فجاءوا إليه يريدون أن يكرموه ويعطوه وكذا وكذا، قال لا. قالوا فما تأمرنا؟ طلب. قال أريد منكم طعاما لي ولبعيري، لحماري فقط. قال إيش طعاما؟ يعني أدمو له كل يوم أكل؟ لا، أجرته لا يريد إلا ما يكفيه لطعامه، يعني راتبه هذا الذي يريده فقط، ما يكفيني وحماري.
لما رأوا منه هذا العمل وهذا القول عرفوا أنه طراز فريد من الرجال، إنسان متميز. كان عهدهم بكسرى الذي كانوا يلقبونه بشاهنشاه والعياذ بالله ملك الملوك، يعني ولا ملك للملوك إلا الله تعالى. فإذا بهم يرون رجلا على هذه الحال من الزهد في الدنيا وعدم الاهتمام بها، فصاروا يحتفون به. دخل أهل المدائن يوما فقالوا عظنا نصحنا، فقال إياكم وأبواب الفتن. قالوا ما أبواب الفتن؟ قال أبواب الأمراء، من دخلها فتن. بلهجتنا العامية مسيحين الجوخ، هذه أبواب الفتن، من دخلها فتن. وهو أمير يقول ذلك، وهو الأمير، احذروا لا يأتي أحد لينافق لي ولا لغيري، هذه أبواب الفتن، احذروا. قال أبواب الفتن أبواب الأمراء، من دخلها فتن. فهم الناس منه، ومرت الأيام عليه حتى كان زمن ولاية عثمان رضي الله عنه. في عهد ولاية عثمان فتحت بلاد كثيرة أيضا. ينظر حذيفة فإذا بعض الناس ممن دخل الإسلام من غير العرب من الأعاجم لا يحسن تلاوة القرآن، ونسخ المصاحف التي كتبها بعض المسلمين التي كتبوها يختلف أحدهم عن الآخر في طريقة الكتابة، فيأتي الرجل الأعجم الذي لا يعرف العربية ويحاول أن يتعلم، يجد هنا مكتوبة بشكل، هنا مكتوبة بطريقة أخرى، فيقرأ غلطا. أسرع من فانتقل من أرض المدائن إلى المدينة إلى سيدنا عثمان، قال أمير المؤمنين، يعني يا أمير المؤمنين أدرك الناس قبل أن يختلفوا في القرآن كما اختلفت اليهود والنصارى من قبلهم. قال ما أفعل؟ قال تنسخ النسخ من مصحف أبي بكر. تذكرون الآن القصة القديمة، حكيتها لكم بالتفصيل ما جرى. فبعث سيدنا عثمان إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر، وأمر فنسخ 7 نسخ ووزعها إلى البلاد. قال يا يقرأ أحد القرآن ولا يكتبه إلا من هذه، كل الناس تنقل من هذه النسخة كي لا يختلف الإنسان والناس في القراءة، واحد يقرأ هكذا واحد يقرأ هكذا يضيع الناس. فكانت هذه أيضا من أعمال حذيفة الجليلة رضي الله عنه. ثم يعود إلى أرض المدائن التي كان فيها ويصيبه المرض، وذلك في أواخر خلافة عثمان ومطلع خلافة علي، في الأيام الأولى من خلافة علي رضي الله عنه يشتد مرضه. فيدخل عليه بعض الناس يعودونه فينظر إليهم وكانوا من أصحابه، هل أحضرتم معكم كفنا؟ يسألهم، قالوا نعم، وكانوا يعرفون أنه يستعد للموت. فقال أرونيه، فأروه كفنا ثمينا غاليا جميلا رقيقا، فقال لا لا لا، ردوه ردوه، ائتوني بشيء يسير، فإن هذا للبلة، وما عساي أن أدخل في قبري، فإما أن أترك هذا وأدخل إلى عفو الله ورضوانه وجنته، وإما أن يكون إلى النار، فلا تغالوا في كفني. هذا سيبلى سريعا، ردوه وإيتوني بكفن يسير. فخرجوا فجاءوه بكفن يسير، فاقتربوا منه فإذا هو يهمس، فأصغوا إليه فإذا هو يقول اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي، اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. ويمضي حذيفة إلى الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه، ونفعنا بما تعلمناه، والحمد لله رب العالمين.